مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القران واجعلنا ما كان بتلاوته من السهو والنسيان او تعريف كلمه او موضع او تغيير حرف او تقديم او تاخير او زياده او نقصان او تعول على غير ما انزلته او تعدل او ريب او شك او تعدل عند تلاوته او كسر او سرعه او زيغ اللسان أو قف بغير وقف ودخل بغير مدغم وجهال بغير بيان أو مد أو جسد أو أمزد أو جسد أو مراب بغير مكان مكتوب من نار التمر والكمر والمعذب من كل الحال أوف لنا يا ربنا يا سيدنا لا تعاخذ يا مولانا رجونا فضل من قاهم وديا قوم الأعداء والقلب واللسان وحف لنا به الخير والسعادة والإشارة والأمان ولا تغتم لنا بشر وسخاوة وضلالة وتغيان ونبينا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان وامنا من عذاب قبل مجد المنصر ونجل ومن عدل الديدان وغير جوها يوم البعث واتغ رقابنا من النيران وامن كتابنا ويسر يسافل وسقي ميداننا بالحسنات وثبت اقدامنا الاسرات واسكن في وسط الجنان